وقت الحروب توجد قواعد أخلاقية تكفل حماية المدنيين الأبرياء. قانون لا يعرفه حميدتي وميليشياته استهدفت المدنيين المرضى، احتلت المراكز الطبية، ثبتت قناصة فوق المستشفيات، 14 مستشفىً استهدفتها قوات الدعم السريع، 15 منشأة صحية تعرضت للضرر. لم تكتف قوات حميدتي بذلك، بل عطلت بعض مراكز غسيل الكلى، منعت العمل في بعض مراكز القلب، عطلت محولات كهربائية لبعض المستشفيات، ما أدى إلى وفاة كثير من المرضى. صورة قاتمة تهدد الإنسان في السودان وتعيد إلى الذاكرة مآسي دارفور. عن أي قانون تتحدثون؟ لم تقف انتهاكات الدعم السريع على تخريب المستشفيات وتعطيلها، بل صعدت ممارساتها إلى أبعد من ذلك. خطفت 3 أطباء من مستشفى الأطباء بالخرطوم، وعدداً كبيراً من الجراحين والممرضات لعلاج قادتهم في أماكن الاشتباكات. أما الحادثة الأخطر فوقعت في 5 مايو عام 2023، حينما قتلت بدم بارد برصاص الدعم السريع المواطنة فريدة عبد المنعم، طبيبة الامتياز بمستشفى التوليد بأم درمان. هذه الجرائم تعد خرقاً خطيراً للمادة 4 من القانون الدولي الإنساني الصادر بشأن حماية المدنيين من أخطار الحرب، كما تعد خرقاً أخطر للمادة 6 من القانون نفسه، والتي تنص على عدم مهاجمة العاملين في المجال الطبي والمركبات الطبية والمستشفيات المخصصة للعمل الإنساني. لكن حميدتي وجنوده لا يأبهون بالإنسان ولا القانون. العصابة الحاكمة. في السودان لا يتعجب أحد من جرائم حميدتي، لأن هذا ضمن كتاب الشر لهذه الميليشيات التي ارتكبت جرائم أشنع وأشد خلال حرب دارفور الأولى، واستباحت القرى والبيوت وقتلت آلاف المدنيين في ساعات معدودة. والنموذج المصغر رآه العالم في فض اعتصام القيادة العامة عندما قتل 100 متظاهر سلمي. ما يفعله جنود حميدتي شبهه السياسي السوداني الدكتور إبراهيم عبد العاطي بعمل العصابات التي تلبس ثوباً عسكرياً. عبد العاطي حذر من أن السودان يواجه أكبر خطر في تاريخه، يفوق بمراحل خطر انفصال الجنوب والمأسي التي شهدها إقليم دارفور، لأن الوضع الآن مدمر للدولة نفسها. فلو انتصر الدعم السريع فلن يكون هناك سودان، وسيكون شبه دولة لا حاكم ولا رابط لها. كما أن استهداف المستشفيات والطواقم الطبية ما هو إلا بداية مرحلة مرعبة، فلو تحكموا بالأمر فستكون الخرطوم هي دارفور الثانية.